وهنا أقول للأحزاب والمرشحين إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على مناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط. وللمواطنين وجه هذا النداء، إن التصويت حق وواجب وطني وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بيد أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم أو لتكريس الوضع القائم جيدا كان أو سيئا. وعليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلس الاقتراع بالاقتراع المباشر يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم، فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار، لأنه لن يكون من حقكم غدا أن تشتكوا من سوء التدبير ومن ضعف الخدمات التي تقدم لكم.